حبيبي كريم، ألف مبروك النهارده. الله يبارك فيك يا حبيبي. الحمد لله، الله يخليك. بس ترى صعبة جدا. الماتش اتصعب فعلا في الاخر، بس الحمد لله احنا قدها وربنا كرمنا في اخر دقيقه وفي اخر دقائق، واللعيبه كلها رجاله وبارك لهم كلهم وبارك للجمهور، والحمد لله يعني ربنا كرمنا بعد تعب كبير يعني الحمد لله. والله ده توفيق الحمد لله من عند ربنا، ويعني الحمد لله. الله يبارك فيك.